أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: كنت مسافرا ودخلت في المسجد في صلاة العصر وقد فاتت علي ركعتان، وصليت مع الإمام ركعتين ثم سلمت معه، وكان بجانبي رجل فقال لي: إن صلاتك باطلة، أعد الصلاة، لأنك إذا صليت خلف مقيم يجب عليك أن تتم الصلاة. السؤال: هل كلامه صحيح وهل صلاتي باطلة؟ نعم، الواجب علي كلامه صحيح وصلاتك باطلة، لأنك إذا صليت خلف من يتم الصلاة يجب عليك الإتمام، ولا يجوز لك تقصر خلف من يتم الصلاة، فأعد الصلاة. بارك الله فيك. نعم.